الابلكيشن لاير. خدنا دلوقتي مع بعضنا الابلكيشن لاير. بعد الابلكيشن في برزنتيشن وفي سيشن. بس لو جينا شفنا الشابتر اللي بعد الابلكيشن مش هنلاقي لا البرزنتيشن ولا السيشن، لان سيسكو ما بتشرحهمش، لان دول اساسا حاجات مش خاصه بالنتورك. واحده بتشوف الفايل انكريبشن والثاني بتفتح لك اتصال وتقفل اتصال. فكورسات النتورك عموما ما بندرس لا برزنتيشن ولا سيشن. امال بندرس ايه بقى؟ الترانسبورت، ترانسبورت نتورك وداتا لينك والفيزيكال. فهتلاقينا اللاير اللي احنا داخلين نشرحها دلوقتي هي مين؟ الترانسبورت لاير. قبل ما نخش في الترانسبورت لاير، ايه قصه الترانسبورت لاير؟ عايزك تركز معايا قوي بقى الله يكرمك. تمام؟ لو انت عندك سيرفر اسمه الفيسبوك دوت كوم، وعند سيرفر تاني اسمه الياهو دوت كوم، وانا الجهاز بتاعي اهو، ده الجهاز بتاع الكلاينت بتاع محمود اهو، الجهاز بتاعي بيبقى فيه حاجة اسمها منافذ او بورت شبابيك. صوروا ده تلات عماير، كل عمارة من دول فيها شبابيك اهي، فيها كم شباك كل عمارة؟ فيها من الواحد لحد اخر واحد 65536 شباك. صوروا دي عمارة، ده اي اوبريتنج سيستم زي عمارة، اي ويندوز زي عمارة، في كم بورت؟ 65536 شباك. طب ما ده ويندوز رافر، بس ويندوز سيرفر، يعني في برضه شبابيك. ماشي اهو اهو، لحد كام؟ لحد من واحد لحد 65536 شباك. 65000 اقول بقى اهو، اقول اهو، ركز معايا بس الاول، انت فاهم لحد كده؟ اهو، وده برضه ايه؟ واحد لحد 65506 شباك. ستاندر اللي هو 2 اس 16. حلو. كل سيرفر لو عايز تكلمه بيبقى مستنيك عند السيرفر على شباك برقم معين. يعني لو عايز تفتح سيرفر الويب الاتش تي بي، الاتش تي بي رقم الشباك بتاعه 80. يبقى لما تكون عايز تكلم الياهو اتش تي بي تكلمه على كام؟ 80، على شباك 80. طب لو عايز تبعت الميل تبعته على 25. طب لو عايز تقرا الميل تلاقي في سيرفر اسمه 110. لو عايز تجيب الاي بي بتاع جهاز من الدي ان اس 53. طب لو عايز تاخد اي بي الدي اتش سي بي رقمه 67. طب عايز تبعت ملفات الاف تي بي رقمه 21 و20. طيب لو عايز، هقول لك لسه، ها تمام، لو عايز تفتح بس الاتش تي بي اس، تفتح السيرفر بس اتش بي اس 443. ها لو عايز تعمل تلنت 23. لو عايز تعمل اس اس اتش 22. ايه يا عم الكلام ايه اللي انت الهقص اللي انت بتقوله ده؟ كل رقم من دول يا شباب بيبقى اسمه رقم شباك او بورت نمبر. بورت ايه؟ نمبر. ايه بقى اللي بيحصل؟ احمد راح فاتح ويندو عنده وكاتب فيها فيسبوك دوت كوم. فيس ايه؟ بوك دوت كوم. راح الويندوز بتاعه مظبط لها شباك عنده. الويندوز بيدي البرامج بتاعه اليوزر رقم شبابيك اكبر من ال 1023. راح مدي لاحمد الشباك ده 1024. يبقى ده لو البرنامج بتاع يوزر بتاعنا احنا، يبقى رقم شباك كام؟ 1024. يعني الشباك اللي النافذه المفتوحه دي اللي سقف النت مفتوحه فيها دي رقمها جوه الجهاز ده كام؟ 1024. يعني لما تيجي تبعت بيانات، البيانات طالعه من البورت رقم كام؟ 1024. طب هي رايحه لمين؟ رايحه للفيس. راح مين للفيس؟ ما هو الفيس ده عنده بروتوكول الاتش تي بي. طب الاتش تي بي ده معروف اللي هو رقمه كام؟ يبقى رقم البرنامج اللي بيبعت 1024
هو رايح لمين؟ للتمانين. فقبل ما ابعت السيجمنت، قبل ما ابعت الباكت، قبل ما ابعت الرساله، اكتب فيها عنوانين كده. عنوان انا جاي من طنطا، عنوان انا جاي من 1024. طب رايح اكلم مين؟ عنوان المرسل، الراسل والمرسل اليه. يبقى الاولاني ده السورس بورت، رقم البرنامج اللي بيبعت. طب والتاني الديستنيشن بورت، رقم البرنامج اللي بيستقبل. انا كده فتحت سيشن مصوره اهي. الله يكرمك. السيرفرات يا نهار ابيض، انت استنتجت اللي كنت عايز اقوله. الحته دي يبقى انت لو برنامج يوزر عادي على ويندوز كلاينت، ويندوز 7 ولا ويندوز اكس بي ولا اي ويندوز، يبقى عندنا يا ولاء من فوق ال 1024 ويندوز بيديك البرامج دي راندوم. طب الارقام من 1023 لحد واحد دي بتاع السيرفرات، محدش يجمدها. ودي ارقام محفوظه يا حبيبي، انت هتحفظ دول والله. تبقى عارف ان رقم الشباك بتاع الاس ام تي بي اللي هناك في الياهو 25. يا باشا واحنا بنبرمج بعد كده بقى هنحتاجها. انت راجل مهندس شبكات بقى، انت ما عندكش يوزر. يعني احفظ الارقام دي ثابته. خد بالك انت النهارده لو دخلت على النت وكتبت ترانسبورت بورت، ترانسبورت بورت نمبر، هيجيب لك 1023 سيرفر بارقامهم. بس دي المور كومن اللي المفروض نكون حافظينهم. السبع ثمان سيرفرات دول اللي انت بتتعامل معاهم بشكل يومي. انما السيرفر بتاع الشات عارفينه اسمه ايه؟ اسمه الاي ام. لما تيجي تشيك مع حد على الماسنجر ولا حاجه، رقمه 531. في سيرفرات ثانيه موجوده انا ما قلتهاش. ليه ما قلتش؟ مش حافظها، لانها مش مهم. صح؟ دي اللي مطلوبه منك. طيب ناخد مثال ثاني. ابو حميد راح فاتح كمان ويندو، هو مش ينفع؟ اه طبعا ينفع يا عم. جيت انا هنا كده اهو، رحت فاتح الفيس وجنبه هنا اهو، ورحت فاتح الياهو اهو، ورحت هنا اهو، ورحت فاتح الميل بتاع الياهو، كاتب كده ميل دوت ياهو دوت كوم. حلو اهو. بقى انا على الجهاز بتاعي دلوقتي مفتوح كام نافذه؟ ثلاثه اهو. على الجهاز بتاعي مفتوح كام نافذه؟ ثلاثه اهو. واحدة واخدة شباك 1024، يوم الويندوز مد الثانية 1025 مثلا. مثلا اهو. يبقى الياهو الثانية اللي راح اتكلم موقع الياهو العادي 1000 كام؟ راح اتكلم مين؟ ال 80. بس ال 80 بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الياهو. ايوه كده. يبقى هنا لما السيجمنت تيجي تبعتها الجواب من هنا يجي يطير، هيبقى مكتوب عليه 1025 رايح لمين؟ 80 بس ياهو. مين اللي يقول بس ياهو؟ هقول لك دلوقتي بقى لسه. طيب انا فاتح الميل، يعني بكلم بروتوكول رقمه كام هنا؟ 25 اللي هو الاس ام تي بي اهو. الاس ام تي بي رقمه كام؟ 25. يبقى في سيشن كمان مفتوحه مع الراجل ده، بس مفتوحه على شباك رقم كام هنا؟ 25. يبقى الرساله بتاعت الميل طالعه من عندي بسورس بورت كام؟ طلع من عندي وليكن بسورس بورت هنا ده 1026 مثلا. الراسل عندي 1026. طب المرسل اليه كام؟ يبقى انت يا معلم فاتح كام سيشن عندك؟ ثلاثة. عن طريق كل سيشن مفتوحه او كل سيجمنت طايره في الهواء مكتوب فيها معلومتين، رقم البرنامج اللي بيبعت ورقم البرنامج اللي بيستهدف. لولا البورت نمبر عندك على الجهاز بتاعك ما كانش الويندوز بتاعك قدر يفتح غير واحده بس. فانا كل برنامج بفتحه بديله بورت نمبر. البرنامج اللي بفتحه لو هو برنامج يوزر بياخد بورت نمبر فوق ال 1024. لو هو سيرفر ده حاجات محفوظه وثابته. لا انا بكلم الفيسبوك ده ايه؟ شاتنج ولا بكلمه موقع عادي؟ موقع عادي ياخد 80 اتش تي بي. مين البروتوكول اللي على الفيسبوك اللي هكلمه؟ اه ده بتاعك انت، ده حاجه راندوم يا معلم، ده حاجه راندوم. اه بالظبط زي ما انت عايز، وما بيدخلش سيكونشال. يعني يا ابني اسمع، يا ابني اسمع،
بلاش نتكلم بلاش نتكلم كل الكلام اللي انت قلت ده في الفيديو دلوقتي. شفت انت عملت ايه؟ بص يا شباب الحاجات دي اهي الحاجات اللي انا بكتبها دي بتاعه اليوزر فوق ال 1024 وبيديها راندوم عشان السكيورتي. يعني انت قفلت الفيس كان واخد 1024 وفتحته تاني راح مديك 1536 شغال. يبقى ارقام اليوزر من 1024 لحد كام؟ 65536 دي متغيره. السيرفر طبعا الله يكرمك وطول عمر الكلاينت هو اللي بيروح يكلم السيرفر، السيرفر ما بيكلمكش، السيرفر بيرد عليك بس. فلما يجي يرد على الرساله ديت هيرد على اللي باعت. الله يكرمك. يبقى السورس كام؟ 80 والديستنيشن 1024 انت كنت بعته قبل كده بيه. مثلا تمام فتحت فيسبوك تاني هياخد رقم تاني جديد. اه طبعا شغال شغال شغال. ما احنا كل سيجمنت مديها نقول عليها بيبقى لها رقم، حاجه اسمه سيكونس نمبر لسه هنتكلم عنها. تمام. طب ايه اللي خلى دي 80 تروح للفيس وايه اللي خلى دي 80 تروح للياهو؟ لا لا ده في اللير اللي بعد كده ان شاء الله هنضيف رقم الجهاز اللي بيبعت الاي بي ورقم الجهاز اللي بيستقبل. فالاي بي بتاع الياهو غير الاي بي بتاع الفيس. صح. انا رايح اكلم مين؟ اكلم باسم موجود فين؟ في شبين. طب ما في باسم تاني موجود في طنطا. طب ما في باسم تاني موجود في العماره اللي جنبه. صح. العنوان الاول اللي بيوصلنا للجهاز الاي بي. طب اللي بيوصلني لباسم البورت نمبر بتاع باسم. زي بالظبط انا وصلت لباسم العنوان بتاع باسم هو وصلني للجهاز بتاع باسم. طب انا رايح اكلم مين عند باسم؟ اتش تي بي ولا اس ام تي بي ولا بوب؟ البورت نمبر. يبقى البورت نمبر هو رقم البرنامج، اما الاي بي هو رقم الجهاز. فالاي بي هو اللي بيوصلك للجهاز، البورت نمبر بيوصلك للبرنامج اللي شغال على الجهاز. يبقى بيقول لك ايه بقى؟ الاي بي اهو بيخلي الاجهزه تتكلم مع بعضيها. اهو اند تو اند device اجهزه كونكتيفيتي. يعني ازاي جهاز الكمبيوتر الاولاني ده يتكلم مع الجهاز ده يوصله؟ بحط السورس اي بي والديستنيشن اي بي. طب انا رايح اكلم مين على جهاز الكمبيوتر ده؟ انا وصلت لكارت الشبكه خلاص، انا رايح مين جوه جهاز الكمبيوتر؟ للاتش تي بي ولا الدي ان اس ولا اف تي بي؟ اه ده اللي اسمه حاجه اسمها ايه؟ البورت نمبر. اند تو اند بروسيسز، بروسيس يعني برامج كونكتيفيتي. اهو بروسيسز يعني ايه؟ برامج. اللي بيخلي البرامج تتكونكت مع بعضيها البورت نمبر، لان كل برنامج بيبقى له بورت نمبر. اللي بيخلي الاجهزه توصل لبعضيها الاي بي. وعشان كده احنا لما نيجي نقرا هنقرا النتورك لاير الاول وبعدين نقرا البورت نمبر. يعني نوصل للعنوان الاول لان النتورك لاير اللي بيضيف الاي بي. فلما نيجي نقرا نقرا عكسي، نقرا من تحت، نوصل للجهاز الاول وبعدين نشوف انت رايح لمين على الجهاز ده؟ رايح لل 80 ولا رايح لما اعرفش ل 25؟ عن طريق البورت نمبر. بس يا سيدي هو ده اللي كنت عايز اقوله في الترانسبورت لاير. تمام؟ تعال نشوف بقى الترانسبورت لاير بتعمل ايه. تمام؟ ويجي هنا عندنا مصطلح، مصطلح اسمه ايه بقى؟ مصطلح اسمه السوكيت نمبر. ايه كلمة السوكت نمبر دي؟ هي عبارة عن اي بي يا ولاء وبورت نمبر. تصوروا لو انا جهازي فاتح الفيس، رحت فاتح نافذة اسمها الفيس، محطوط فيها كام يا عم؟ الاي بي بتاع جهازي 192 168 110. طب انا فتحت بورت كام عندي؟ سورس بورت 1024. كده الاثنين دول بيسموهم ايه؟ سوكت نمبر. ده السورس اهو. رايح يكلم مين؟ رايح يكلم الياهو الفيس. الفيس الاي بي بتاعه كام؟ مثلا 4 7. طب انا فاتح مين في الفيس؟ 80 اهو. استحاله تلاقي يا باشمهندس الاي بي مع البورت نمبر متشابهين. يعني انت رايح تكلم الفيس اكيد رايح تكلم حد ثاني على الفيس، مره 80 ومره 25. طب لو متشابهين في الاي بي يبقى البورت نمبر مختلف. طب لو مختلفين في الاي بي يبقى البورت نمبر متشابه. تاني الحته دي تاني. انا فتحت ايه دلوقتي؟
فتحت الفيس اهو صح؟ فتح الفيس ده على كام؟ على 1024 كسورس. طب الديستنيشن؟ تمام. طب انا رايح اكلم الياهو، يبقى الاي بي بتاعي 192.168.1.10. ايه يا عم ده نفس الاي بي ينفع؟ اه ما هو بورت مختلف يا حبيبي، ما ده برنامج تاني. يبقى لو الاي بي تشابه البرنامج يختلف. طب رايح لمين؟ رايح للياهو اللي هو كام؟ اربع تسعات 80. يا عم ده تشابه في البورت بس الاي بي ايه؟ مختلف. اي بي مختلف يعني ده جهاز تاني، بورت مختلف يعني ده برنامج تاني. عم باسم الله يكرمك. بنفس الاي بي بس السكر مختلف، افتح مره هنا فيس ومره هنا فيس ومره على 80. بص بص، انا بقول افتح الفيس مرتين. ماشي اهو الراجل زميلنا جه فتح الفيس مرتين، هذا الاي بي بتاعي هو هو حلو، بس انت فتحت الفيس مره ثانيه. بس كل ويندو انت بتفتحها بتاخد سورس بورت ايه مختلف. رايح لمين يا عم؟ رايح للفيس اللي هو كام؟ اربع سبعات 80 برضه. بس اختلفوا فين هنا؟ في البورت نمبر اللي هو 1026 صح؟ هنا 1024 وهنا 1026. يعني بيقول لك ايه يا عم باسم؟ انت جيت هنا اهو ورحت فاتح كمان فيس. ماشي يا عم على عيني وعلى راسي، بس الفيس اللي انت فتحتها تاني دي بورت نمبر مختلف. وصلت ولا ايه؟ ابدحني بقى معارضه كل شويه ما اعرفش ايه. طيب ها حلو كده؟ ماشي حلو. اول حاجه عندنا يا شباب، اول حاجه عندنا بتعملها ترانسبورت لير، ان هي بتعمل لك عمليه اسمها مالتي بليكسنج. يعني ايه مالتي بليكسنج؟ اول حاجه بتعملها ان هي عندي دلوقتي حضرتك فاتح على جهازك اهو البرنامج الاولاني اللي هو الفيسبوك دوت كوم، وفتح البرنامج الثاني اللي هو ياهو دوت كوم، وفتح البرنامج الثالث اللي هو بتدفع الفاتوره بتاع النت اللي هو تي اي دوت نت. ماشي. كل برنامج من دول عايز يبعت شويه بيانات. البيانات بتاعه البرنامج ما ينفعش تنبعت مره واحده كده على الكابل، الكابل ما يشيلهاش. فالترانسبورت لاير الاول بتاخد البيانات بتاع البرنامج الاولاني والثاني والثالث وتقطعها. يبقى مين الاول لير بتقطع الداتا قبل ما تبعتها؟ الترانسبورت لاير. بتعمل عمليه اسمها سيجمنتيشن. حلو الكلام؟ لو انت بتبعت تعمل سيجمنتيشن، طب لو انت بتستقبل الترانسبورت لاير تجمع لك اللي قطعته قطع اللي هناك في الجهاز الثاني، فبتعمل عمليه اسمها ري اسمبل. الله يكرمك. حلو؟ يعني الراجل ده المفروض عشان ينبعت الداتا بتاعته تتقسم اربع اجزاء، شغال. طب وده خمس اجزاء، شغال. طب وده ست اجزاء، شغال. كل جزء من دول يا شباب منضاف جواه هيدر. منضاف عليه ايه؟ يعني ايه هيدر؟ يعني هي بتضيف عليه شويه بيانات من عندها، اللي هو رقم البورت اللي بيبعت ورقم البورت اللي بيستقبل. ده حاجه من الهيدر، ده حاجه جزء من الهيدر. انا شرحت لكم عليه اهو. يبقى هي بتعمل ايه يا ولاء؟ بتقسم الداتا بتاعت البرنامج الاولاني، وتقسم الداتا بتاعت البرنامج الثاني، وتقسم الداتا بتاعت البرنامج الرابع. بس لو انا بعت الاجزاء بتاع الاولاني لوحدها، ورجعت بعت الثاني، ورجعت بعت الثالث، انت هتحس ان في ديلاي، انت كيوزر. هتحس ان النافذه بتاعت الياهو بطيئه عن بتاع الفيس، على ما الفيس يخلص وترجع تبعت الياهو تلاقي الفيس بطيئه، امال هو بيعمل ايه؟ بياخد واحده من دي، واحده من دي، واحده من دي ويبعت، واحده من دي، واحده من دي، واحده من دي ويبعت. وكل واحدة طالعة من الجهاز عندك لها ايه؟ لها رقم بورت ولها ديستنيشن بورت. فكل اللي مفتوحين في نافذة الفيس دول واخدين رقم بورت كام؟ وليكن 1024 ورايحين لي كام؟ طب ودول 1025 ورايحين لي كام؟ دول مثلا 1026 ورايحين لي 80. صح؟ اه جزء من كل واحدة، جزء من كل واحدة، وكل واحد كل برنامج معلق شباك فاتحه بيتكلم منه مع الشباك قدامه هناك عند السيرفر. تمام كده؟ لا اسمحني بس اسمحني غير اي تي دلوقتي ما دخلناش على الرام، ما دخلناش فوق لسه فوق الاوبريتنج سيستم، لسه فوق الاوبريتنج سيستم روق عليا. ها حلو الكلام كده؟ لو انت عايز تشوفها بالصوره اهي
هتلاقي في الباور بوينت هنا استسمحكم ان انا اعدي شويه لير كده وارجع لهم تاني، شويه سلايد وعدهم وارجع لهم تاني. فين يا عم الباور بوينت؟ اهو ادي نيو سيشن A، ده الباور بوينت بتاعنا اللي احنا كنا فاتحينه حالا، شابتر 9. خليك معايا خليك معايا خليك معايا خليك معايا، كله مسجل يا باسم. لا معرفش انت ليه بتطلع. بص كده، انا عندي ايه؟ انا عندي هنا كام برنامج؟ 1 2 3 4 5 6. راح ملون لك كل جزء من الاجزاء بتاعه البرنامج دي، تمام؟ اسف اهو بلون، شايفين بلون؟ هذا اللون البنفسجي. انا مش عارف ليش الشاب بتاعكم مش مظبطه، اعدلوها يعني، انزل كده بالسكرول. لا هي عندنا مظبطه، لا لا مش مظبطه، المفروض الريزولوشن بتاعك يكون قد بتاعي، تمام؟ طب معلش بس نوقف دقيقه. بص يا شباب بقى، الجهاز ده مشغل كام برنامج؟ ده 1 2 3 4 5 6، كل برنامج منهم بلون. شايفين البرنامج الاولاني لون الباكيتات بتاعته بنفسجي اهو، البرنامج الثاني لون الباكيتات بتاعته احمر، البرنامج الثالث لون الاجزاء بتاعته بني، شايفينها؟ يعني هو ما بيبعتش البرنامج الاولاني وبعدين الثاني وبعدين الثالث، لا ده بيعمل عمليه اسمها سيجمنتيشن وعمليه اسمها مالتيبلكسنج. يبقى تاني عمليه عندنا اسمها ايه؟ مالتيبلكسنج. يعني ايه كلمه مالتيبلكسنج؟ يعني بيلخبط الاجزاء مع بعضيها، ياخد حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا، ويشغل لك اكتر من برنامج مع بعض في نفس الوقت. يبقى لولا البورت نمبر يا جماعه ما كناش قدرنا نشغل غير برنامج واحد. لا ده انا عندي دلوقتي 15 جزء عايزين ينبعتهم، هاخد جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده، وارجع اخد جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده، احط في الميموري عندي وابدا ابعت. كل ده بينبعت على كارت شبكه واحد، كان عندك ماسوره واحده ماشي عليها سيجمنت، بس تاخد واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. هي الفكره عن سرعه كارت شبكه اللي بيفرق. لا لا كارت شبكه اللي بيفرق، تمام. الميموري كده كده هتشيل، اصل انت الميموري لو ما كانتش، لو كانت صغيره الاوبريتنج سيستم اللي عندك هيبقى بطيء اساسا، تمام. ها في مشكله عند حد كده لحد دلوقتي؟ يبقى مين اللي بيقسم الداتا؟ ترانسبورت لاين، تمام. وبيدي كل برنامج ايه؟ رقم. مين اللي بيعمل كده؟ الترانسبورت لاين. عرفنا يعني ايه البورت نمبر؟ ها عرفنا يعني ايه بورت نمبر؟ في عندنا اثنين بروتوكول بقى شغالين في الترانسبورت لاين. في عندنا اثنين بروتوكول شغالين فين يا جماعه؟ في الترانسبورت لاين. واحد اسمه التي سي بي وواحد اسمه اليو دي بي. يا نهار ابيض. تي سي بي واليو دي بي، يبقى في اللاير 4 في كام بروتوكول؟ اثنين. بص يا عم باسم، لو عايز الداتا بتاعتك تتنقل بسرعه بس ممكن شويه يقعوا منها، استخدم اليو دي بي. لو عايز الداتا بتاعتك تتنقل ببطء بس كلها توصل، استخدم التي سي بي. تاني، لو عايز الداتا بتاعتي انت عايز تتنقل بسرعه، انا هنقلها بسرعه بس مش شرط في اجزاء تقع منها، يبقى ده اليو دي بي. ممكن اجزاء تقع منها، ممكن ولا ايه؟ ممكن ممكن. طب ودي ده بيبقى مناسب ليه؟ حد عارف؟ لما اجي اتكلم معاك في التليفون، الصوت اللي انا بتكلمه معاك في المكالمه انا عايز ما يبقاش في ديلي، عايز تحس ان انا بكلمك كان فيس تو فيس، وش في وش. فكل برامج الفويس بتستخدم ايه؟ يو دي بي. ده مناسب. يبقى اليو دي بي ده بروتوكول سريع جدا بس انريلايبل، لا يعتمد عليه، او انريلايبل. يعني ممكن هو بينقل لك الداتا اجزاء تتسقط منه، تمام. طب اليو تي سي بي جهاز بطيء، ابطا من ايه؟ من مين؟ بيعمل ديلي من اليو دي بي. ما ينفعش البرامج الفويس، ما ينفعش. وعلشان كده لما تيجي تتكلم معايا فايبر او تتكلم معايا حاجه على شبكات النت، شبكه النت دي مخصصه لنقل الداتا، فساعات بيعمل معاك ديلي لانه عايز ينقل فويس على مين؟ على التي سي بي. فلما الشبكه تكون وحشه تلاقي بيعمل معاك ديلي، وتحس ان هو الصوت جاي متاخر وفي صدى صوت وبلاوي، صح كده؟ لان الشبكه مش مخصصه اساسا ان هي تنقل داتا، تمام كده؟ فاحنا عندنا في حاجتين، التي سي بي بينقل لك في ديلي بس ريلايبل،
انتوا عارفين مين اللي شغال تي سي بي؟ ال اتش تي بي. عمر حضرتك بعت ميل وال اس ام تي بي شغال تي سي بي؟ عمر حضرتك بعت ميل وجالك نصه؟ لا، اما يوصل لا اما ما يوصلش. ولو ما وصلش او انت بعت الميل غلط، الميل سيستم يبعت لك يقول لك الميل ما وصلش، لو سمحت جدد ظبط الاسم. بيديك اكنولج. اما اليو دي بي ما فيهوش اكنولج. يبقى احنا عندنا تو بروتوكول هنشرحهم دلوقتي. واحد اسمه تي سي بي، واحد اسمه اليو دي بي. البرامج اللي بتستخدم التي سي بي اللي مش محتاجه سرعه قوي، بس محتاجه ان ده توصل كلها. اما اليو دي بي انا محتاج سرعه. انا هقول لك بسرعه بس في بيانات هتقع منك في السكه. ممكن توصل كلها. صح؟ زي ما باجي اكلمك كده يبقى الشبكه الصوت بيقطع. ايوه الصوت بيقطع، ده سيجمنت وقعت. هل الجهاز بيرجع يبعت لك تاني ولا انت بتقول له انا مش سامعك يا باسم، عيد الكلام تاني؟ صح كده؟ صح كده؟ لو الاثنين بينقلوا بيانات، الاثنين بينقلوا بيانات على مستوى ليير 4 عادي، المساحه مش ما انت عايزه، على مستوى ليير 4. يبقى احنا محتاجين التي سي بي امتى واليو دي بي امتى؟ تعالى نفرق ما بينهم بقى. تعالى ناخد البرزنتيشن كده بالراحه كده. امتى بستخدم التي سي بي وامتى استخدم اليو دي بي؟ بص يا عم، التي سي بي لو انت محتاج سيشن ريلايبل، لو انت محتاج عربيه تشيل لك الداتا بس تتاكد ان الداتا هتوصل كلها. ريلايبل يعني يعتمد عليه. طب امتى بستخدم اليو دي بي؟ لو انا محتاج سرعه. فاست. تمام؟ طيب امتى بستخدم التي سي بي؟ لو انا محتاج اكنولج للداتا. يعني ايه اكنولج؟ يعني السيرفر كل ما ابعت له جزء يقول لي الاولاني وصل، ابعت الثاني. ده معنى ايه؟ الاكنولج. اكنولج يعني تاكيد. انا بعت لك جزء يا عم احمد، السيرفر يبعت لي ايه؟ الجزء الاولاني وصل، ابعت الثاني. هنشوف دلوقتي بيعملوا كده، التي سي بي بيعمل كده. طب بعت لنا الجزء الثاني، ابعت الثالث. طب اليو دي بي؟ مفيش اكنولج يا عم. اكنولج مين؟ داز نوت ريكوير اكنولج. يا عم انا محتاج سرعه. التليفون بتاعك لما يجي يبعت داتا، التليفون الثاني يقول له وصلت الجزء الاولاني، بعت الثاني والثالث. مفيش يا عم، ببعت وخلاص، اللي يوصل يوصل، ما وصلش ما وصلش. انا ودني بتحس ان في ديلي، ودن الانسان بتحس ان في ديلي لو الباكت اتاخرت 60 ملي سكند. تمام؟ تحس انت بالديلي. يعني الصوت اللي طالع مني ده اتاخر ان هو يوصل لودنك عن 60 ملي سكند، بتحس ان في ديلي. هو في ديلي والله. على الصوت اللي بقول لحد عندك ده في ديلي. بس انت ما انتش حاسس بيه اقل من 60. فانت ما انتش حاسس بيه. ودن الانسان ما بتحسش اقل من 60. فوق ال 60 تحس بقى بالديلي يا معلم. فاهمني؟ يبقى اليو دي بي مش محتاج اكنولج. طب لو في داتا وقعت والتي سي بي بينقلها، يرجع يجيبها تاني. ريسند لوست داتا. انا بعت لاحمد 2 سيجمنت، بس السيجمنت الثالثه انا ببعتها له وقعت في السكه، فهو انتظرني شويه، التايم بتاع السيجمنت خلص. يوم بعت لي وقت له ثاني، ابعت السيجمنت رقم 3 تاني. التي سي بي بيعمل كده، اليو دي بي اللي بيقع مات. التي سي بي دونت ريسند لوست داتا. الداتا اللي بتقع منك ما ارجعش اجيبها. يا عم انا بكلمه، في اجزاء قطعت. تيجي يعني ينفع اقول له بعد ما اقفل السكه يقول لي معلومه بعد ما اخلصها؟ ما ينفعش. فالتي سي بي ما فيهوش. لا. اما اليو دي بي لو انا ببعت ميل، الميل ده بيجي لك اجزاء. الميل اساسا ما بيتقريش عندك الا لما الاجزاء كلها بتاعتك ايه؟ توصل. تمام؟ يلا يا باشا. يبقى احنا عندنا ده اهو. طيب التي سي بي يا شباب بيرتب الداتا قبل ما يقراها. يعني الاجزاء بتاعتك لما بتنبعت، هنعرف كمان حصتين او ثلاثه كده، ان احنا عندنا الموقع بتاعنا بيبقى مربوط بالسايتس الثانيه باكثر من مسار، بيبقى في عندنا اكثر من روت، اكثر من طريق. فممكن الداتا وانت بتقسمها يبقى عندك من اول الجزء رقم واحد لحد الجزء رقم سته. كل جزء ياخد منهم مسار مختلف عشان يوصل للديستنيشن. وانت بتكلم الياهو كل الداتا بتاعتك مش ماشيه على مسار واحد. لا ده في واحده رايحه من اليمادي، وواحده رايحه من اليمادي، وواحده رايحه من اليمادي. النت ذات نفسه اكثر من مسار. فممكن الجزء رقم سته يوصل قبل الجزء رقم خمسه. فالتي سي بي يعمل ايه؟ يرتبهم الاول وبعدين يقراه. اما اليو دي بي اللي يوصل متاخر يرميه، اللي يوصل يقراه. عشان كده بيوصل متاخر والتاني بيقيم بالظبط. يبقى التي سي بي بيدليفر داتا ان اوردر سنت،
يعني على حسب ما الداتا وصلت بيرتبها. بيستنى مثلا بيشغل البيانات الرقم الاول يستنى لغايه رقم 1 لغايه رقم 6 يجي وبعد كده يعمل من 1 ل 6 بس مش هقعد استناه طول عمري الباكت لغايه بالظبط كده. اما اليو دي بي يا معلم الداتا اللي تجيله يقراها ديليفر داتا از ات اراي الداتا اللي توصل اسمعها الداتا اللي توصل اقراها. طب في سي دي بعت له مثلا هو اول باكت او جاله رقم 1 مثلا فجيه الترتيب ممكن يعمله لو ايه لو تاني يعني الباكتس مثلا بين 1 و2 و3 و4 تمام يعني بعد كده لا لا هو لازم يقرا الرساله كلها يجمعها ويقراها ما جاش او المده مثلا يعني انا ببعت لك ميل انا ببعت لك ميل ايه اللي بيحصل الجهاز عند الرصيف ما يقراش الميل ده الا لما كل اجزاء الميل توصل. طب هو بيعرف منين ان هي كلها خلصت جالك في السكه اهو ده تي سي بي. طب اليو دي بي اللي ينبعت ويوصل يتسمع مش استنى حد يترمي ده مين ده اليو دي بي انا محتاج سرعه اصل الابلكيشن اللي بتستخدم اليو دي بي طبيعتها كده شكل الابلكيشن بتاع الفيديو شكل الابلكيشن بتاع الفويس فهمتوني تمام يعني ده مش حلو وده برضه مش حلو ده له طبيعه وده له طبيعه ده بيشيل انواع برامج وده بيشيل انواع برامج ما ينفعش انقل الفويس على التي سي بي هيعمل لك مشاكل وما ينفعش ابعت الميل على اليو دي بي يبقى الميل عندك ناقص فعلى حسب ما انت عايز بتشغل البروتوكول بتاعك مش انت كيوزر الراجل بيبرمج البرنامج فلو انا بعمل موقع بشغل معاه بروتوكول تي سي بي معروف طب انا بعمل برنامج شاتنج بيخلي الناس تتكلم مع بعضها فويس بظبطه على اليو دي بي حلو طيب تعال بقى نشرح التي سي بي وبعد ما نشرح التي سي بي نخش على اليو دي بي. لو في بروتوكولين اتنين شغالين تي سي بي اولا التي سي بي بيعمل حاجه اسمها استابلش للسيشن يا دي النيله يعني ايه كلمه استابلش للسيشن احمد هيقول لك مش مكمل نتورك دلوقتي استابلش للسيشن يعني ايه استابلش للسيشن يعني ايه لو انت مشغل برنامجين تي سي بي لازم البرنامج اللي شغال تي سي بي يفتح سيشن ويقفل سيشن يعني ايه يفتح سيشن ويقفل سيشن تعال نشرح كده بص يا معلم هذا الكلاينت اهو وده السيرفر اهو حلو الكلام كده لو انت شغال تي سي بي البرنامج بتاعك قبل ما يبعت داتا بيبعت رساله اسمها سينك بيقول للسيرفر انا عايز اكلمك افتح بورت نمبر عندك 80 يقوم السيرفر ردد عليا بحاجه اسمها اكنولج للسينك يقوم الكلاينت رد عليه اكنولج يبقى عشان نفتح سيشن نفتح الماسوره اللي بنبعت عليها البيانات شفت المواسير اللي كنت ثلاث مواسير كنت رسمهم لكم من شويه عشان يفتح ماسوره يبعت فيها الداتا يبقى لازم من الاول يمشي ما بينهم ثلاث رسائل الثلاث رسائل دول يا معلم بيجوا في انترفيو باسم ايه؟ 3-way hand-check ثلاث مرات الراجل بيسلم عليا صباح الخير صباح الخير بتاعتك وصلت صباح الخير صباح الخير بقول له صباح الخير هو بيرد عليا صباح الخير بتاعتك وصلت صباح الخير اهو سينك السينك بتاعتك وصلت وانا اقول له خلاص انا سمعت ان انت فاتح البورت ليا ثلاث رسائل دي بيسموهم ايه يا معلم باسم اوبن سيشن الراجل كده فتح وسيله اتصال بقى السيرفر والكلاينت الاثنين فاتحين الشبابيك بتاعتهم والسيرفر عارف البورت اللي بيتكلم عليه الكلاينت والكلاينت عارف البورت اللي بيسال عليه السيرفر العمليه دي بيسموها ايه اوبن سيشن يبقى انت لما بتفتح الاوبريتنج اول ما افتح بص اول ما افتح كده اهو اول ما افتح كده يا معلم افتح كده جوجل دوت كوم اكتب جوجل دوت كوم وانتر قبل ما يعمل الكلام كل الكلام ويجيب لك الداتا سينك واكنولج سينك واكنولج ده احنا كنا في كورس الهاكينج في كورس بيدرس اسمه هاكينج بنعلم الناس هاكينج اسمه سيرتيفايد اسكال هاكينج اهو سي اي اتش ده كورس هاكينج لو حد عايز يتعلم هاكينج طب احنا بنعلم الناس هاكينج ليه؟ علشان يعرف ازاي يامن الشبكه بتاعته من الهاكر ازاي الهاكر بيكونكت على الشبكه بتاعته كده
حتى اسمه سيرتيفايد ايثيكال هاكينج. ايثيكال يعني اخلاقي. بعد ما تخلص ان اي ام سي اس اي لو انت عايز تتعلم سكيورتي بقى تاخد الكورس ده. ففي سيشن من السيشنز بنعمل ايه؟ انا ابعت له سينك هو يبعت لي اكنولج للسينك، ما بعتلوش انا اكنولج. طب انا عملت ايه في السيرفر كده؟ علقته. مستني وكانوا بيعملوه كده زمان. ازاي؟ ابعت لك سينك، تبعت لك اكنولج للسينك، البورت انفتح عند السيرفر مش هبعت لك حاجه. والبرنامج اللي انا مسطبه بيهاكينج على السيرفر ده يعمل ايه؟ يروح يفتح سيشن تاني مع نفس السيرفر، وسيشن تالت، وسيشن رابع، وسيشن خامس، وسيشن سادس. يفتح مثلا معاه مليون سيشن، هو السيرفر يقدر يستحمل ده كله؟ يروح واقع، يجي بس يخش سيرفر انا مش فاضي لك دلوقتي، انا عندي مليون كونكشن. تمام؟ فبداوا يحطوا سكيورتي على السيرفر، ان لو جالك الكونكشن من اي بي واحد اكثر من كونكشن ما تفتحش غير كونكشن واحد. راح الراجل عامل حاجه تاني. راح منزل هاكينج على الاجهزه بتاعت اليوزر، على جهاز مصطفى وعلى جهاز محمد وجهاز باسم. بقول الاجهزه دي بيسموها زومبي. زومبي يعني ايه؟ يعني اندر كنترول بتاع الهاكر. فالهاكر مثلا تلاقيه قاعد في بيته وعامل كنترول بيتحكم في 2 مليون جهاز. فال 2 مليون جهاز استخدمه عشان يعمل هاكينج على السيرفر بتاع البنك، فجاي من اجهزه مختلفه. فبيسموه هاكينج زومبي او بوت نت، ان جهازك بقى اندر كنترول. ادي حته من انواع الهاكينج في الجزئيه دي. لو انت ما انتش فاهم الترانسبورت لاير بقى، هتعرف تعمل الهاكينج ده؟ هتعرف تعالج المشكله بتاعت الهاكينج دي؟ وعشان كده الاجزاء النظر دي بتنشرح. طب ودي لها حلول اجابات؟ اه طبعا بيبقى لها حلول وكلام من ده، بتنشرح بقى في الكورس ان شاء الله. تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا بفتح السيشن. طيب لما افتح السيشن يبدا بقى اليوزر يبعت لي السيجمنت بتاعته الداتا. خد بالك ان التي سي بي اي داتا بتيجي من الكلاينت لازم يرد عليها بايه؟ باكنولج. مش قلنا التي سي بي بيتاكد ان كل الداتا وصلت؟ طب لو في داتا وقعت ارجع ابعت لك الاكنولج تاني. يبقى الداتا انا بس بنتظرها فتره معينه، لو ما وصلتش اقول لك ابعتها تاني. ده التي سي بي يا شباب، انا مش عارف فين؟ في التي سي بي. طب بعد ما بتخلص التي سي بي، بعد ما بيخلص لازم يقفل الشبابيك اللي هو فاتحها عشان الهاكر ما يستخدمهاش. لانك انت لو فاتح بورت عندك كان الهاكر زمان بيروقنا. ليه بقى؟ كان يقول لك ويندوز اكس بي ده مليان بورتات مفتحه. فنزلوا ويندوز اكس بي، ويندوز اكس بي سيرفيس باك 1. تحميل سيرفيس باك 1 ده عباره عن ايه؟ بيرقعوا البورتات المتفتحه دي. باتشات. سيرفيس باك 2 عشان يقفل البورتات، سيرفيس باك 3 صح؟ مش كان ويندوز اكس بي فيها كده؟ لان كان في بورتات متفتحه باي ديفولت الهاكر كان بيستخدمها عشان المطلوب منها جوه الجهاز، اللي هي البورتات اللي احنا بناخدها دي. تمام؟ فبعد ما بيخلصوا كلام لازم يقفلوا السيشن. طب بنقفل السيشن ازاي؟ بنقفل السيشن ازاي؟ بقى معامل فينش، الكلاينت بقى يقول له انا خلصت كلام. يوم الراجل يقول له الفينش بتاعتك وصلت. فينش انت كمان. يوم ده يقول له ايه؟ اكنولج للفينش. يبقى الفينش كام رساله؟ اربع رسائل. تمام كده؟ ثاني فينش اكنولج للفينش، لا دي اتجاهها اليمة الثانية. فينش انت كمان، اقفل انت كمان، السيرفر بيقول اقفل انت كمان. يقول له اكنولج. يبقى ثاني الكلاينت بيبعت السيرفر فينش. يوم السيرفر يقول له انا قفلت هقفل اهو. اقفل انت اكنولج وصلت بتاعتك، اقفل انت كمان. يوم ده بعت له اكنولج. دي اربع رسائل. يبقى علشان نقفل السيشن بنبعت كام رساله؟ كلوز سيشن. نفتحها 3 4 صح كده؟ نفتحها 3 نقفلها ب 4. هو مش المفروض ان بيشتغل الجلسه دي كلها والسيشن دي كلها طبقه السيشن؟ طبقه ايه؟ طبقه السيشن لما طبقه السيشن بتفصل بتفتح. بيفتح كلام انما اللي بيبعت الترانسبورت يا معلم. لا بيبعت ترانسبورت بس اللي بيدير. اللي بيدير السيشن. السيشن؟ ماشي. خلاص كده؟ بس مش مهم خالص كورس النتورك، لانها مش خاصه بالنتورك، لان احنا بنبدا باللي بيبعت. صح. الترانسبورت. حلو الكلام كده؟ هو اللي بيحاول يدخلنا في حاجات. بص انا عايزك بص انت تجهز لهم اي حاجه في ايدك. هو ورضا. حد يقول يتكلم وغيره بقى. بس الاثنين دول ساووا اللي هناك دول صح؟
محمد وجاسم. يلا نكمل يلا نكمل. يلا يلا بس نكمل يلا بس نكمل ها عشان ما نتاخرش. يبقى كده اوبن سيشن وكلوز سيشن. البرامج يا جماعه اللي بتفتح سيشن وبتقفل سيشن دي بنسميها ايه؟ بيجينا في الامتحان باسم ايه؟ باسم كونكشن اورينتد. ها يلا بقى عشان نخلص النظري ده. كونكشن اورينتد. اورينتد يعني ايه يا جماعه؟ يعني البرامج اللي بتفتح سيشن وبتقفل سيشن. طب اليو دي بي بيسموه ايه؟ بيسموه كونكشن لسه ناخده حالا دلوقتي. يبقى لما يجي لي في انترفيو يعني ايه كلمه كونكشن اورينتد؟ يعني البرنامج قبل ما يبعت الداتا بيفتح السيشن ويقفل السيشن بعد ما بيخلص. فالكونكشن لسه اليو دي بي ما بيعملش كده، بيبعت الداتا بسرعه. انا عايز ابعت الداتا لرضا، اتكلم مع رضا فويس، اعمل ايه؟ انا اللي هتصل برضا بالتليفون، اعمل كولينج كده يظبط ما بيني وما بين رضا سيشن. يبقى اليوزر اللي بيعمل السيشن مش البرنامج، وعشان كده بيسموه ايه؟ كونكشن ليس. تاني ها يبقى كونكشن اورينتد. البرنامج بتاعك قبل ما يبعت الداتا بتاعته بيبتدي يبعت داتا كنترول داتا، يفتح بها السيشن ويقفل بها السيشن، اللي هم الثلاث رسائل الاولين والاربع رسائل اللي تحت. ده بيسموه كونكشن اورينتد. طب ده ثابت، ده في التي سي بي. طب اليو دي بي؟ ما فيش الكلام ده، ببعت داتا على طول، بنتكلم على طول. طب قبل ما نتكلم مين اللي بيفتح السيشن؟ انت كيوزر، انت اللي بتكتب رقم الراجل اللي هيتصل بيه. ولا البرنامج اللي بيعمله؟ انت. هو البرنامج موجود على ارض الشرق بس. تمام؟ طيب لو جينا بصينا كده هتلاقوا ان الترانسبورت لاير قلنا بتقسم كل جزء، صح الكلام؟ بتقسمه لايه؟ لاجزاء. وكل جزء بتضيف له عليه ايه؟ هيدر. يعني ايه هيدر؟ يعني شويه بيانات من عندها راس. طب لو انا شغلت سي بي، لو انا شغلت سي بي يا ولاء هتلاقي التي سي بي بيضيف لك على كل سيجمنت 20 بايت. طب لو انت شغال يو دي بي هتلاقي اليو دي بي بيضيف لك على كل سيجمنت كام بايت؟ 8. يبقى اكيد الداتا اللي بيضيفها التي سي بي اكتر من الداتا اللي بيضيفها اليو دي بي طبعا. لان احنا قلنا التي سي بي بيرتب، يبقى اكيد بيضيف فيلد يرتب بيه. قلنا التي سي بي بيعمل اكنولج تاكيد، يبقى اكيد بيضيف داتا عشان ياكد بيها، صح كده؟ وعشان كده بيجي لنا في الامتحان كل الحاجات اللي انا عمال اقولها في الامتحان ده في الفيديو تخزنها عندك. اليو دي بي لو اوفر هيد. يعني ايه كلمه لو اوفر هيد؟ اليو دي بي يعني اقل من التي سي بي، لانه بيضيف على كل جزء كام بت؟ كام بايت؟ 8. وعشان كده بيقول لك عليه لو اوفر هيد. لو اوفر هيد يعني الزيادات اللي بيضيفها قليله يا عم محمد. يعني ما بيضيعش الباند ويث شكل التي سي بي. التي سي بي كل عربيه ماشيه واخده 20 بايت زياده في النتورك. دي كلها على فكره كباستي سرعه مضيعها انت من النتورك. فبيقول لك اليو دي بي لو اوفر هيد يعني الزيادات اللي بيضيفها قليله عن مين؟ عن التي سي بي. حلوه دي؟ طب احنا ما شفناش ايه اللي موجود في الهيدر بتاع التي سي بي وايه اللي موجود في الهيدر بتاع اليو دي بي؟ ما تيجي اما نشوف بقى. ايه رايكم؟ ها؟ تيجي نشوف كده؟ ايه الداتا اللي هو بيضيفها التي سي بي وايه الداتا اللي هو بيضيفها اليو دي بي؟ براحة خالص اهو. ايه ال 20 بايت بتوع التي سي بي وايه ال 8 بايت بتوع اليو دي بي؟ تعال نشوف كده. ادي ال 20 بايت بتوع التي سي بي. ايه بقى اللي موجود فيهم؟ هشرح اهو. اول حاجه السورس بورت والديستنيشن بورت خدناهم. يبقى كل سيجمنت ماشيه مكتوب فيها رقم البرنامج اللي بيبعت ورقم البرنامج اللي ايه بيستقبل. والسورس بورت بيتخزن في 16 بت اللي هو 2 بايت. يبقى اول 16. خد بالكم يا جماعه، خد بالكم يا جماعه، السيجمنت بتاعتنا بتبقى ماشيه صفار واحد ورا بعضها كده اهو، ما بتبقاش ماشيه فوق بعضها. يبقى اول 16 بت يبقوا مين؟ السورس بورت اهو. طب واللي بعدهم ال 16 اللي بعدهم 0 1 يبقوا ايه؟ ديستنيشن بورت. خدناها؟ رقم البرنامج اللي بيبعت ورقم السيرفر اللي بيستقبل. طب لو رقم برنامج بياخد من 1024 وانا طالع، طب ورقم السيرفر وانت نازل، صح كده؟ ولما نيجي ان شاء الله بعدين في العمل بقى وتنسوها هيبقى بفلوس، صح؟ نعم.
الصوت اندبح فيها اهو. يبقى السيرفر من 0 لحد 1026 ارقام الاجهزه العاديه الابلكيشن من 1024 لحد كام؟ 65536. طيب في حاجه اسمها سيكونس نمبر بتاخد 32 صفر واحد جنب بعض. ايه السيكونس نمبر دي؟ بص بقى يا ولاء، تصوري كده لو انا عندي ادا جهاز ادا برنامج بيبعت معلومه لبرنامج تاني اهو للسيرفر زي الياهو مثلا، وده الكلاينت عندي اهو، ده سيرفر وده ايه؟ وده الكلاينت. حلو كده؟ ده سيرفر وده ايه؟ ده الكلاينت. حلو. البرنامج اللي انت فاتحه قسم الداتا لاربع اجزاء، يبقى انا عندي كام جزء عايز انقله؟ اربع اجزاء. حلو. انت فاتح فيسبوك، الفيسبوك ده عنده اربع اجزاء عايزين يتنقلوا للسيرفر بتاع الفيسبوك. كل جزء لو انت شغال تي سي بي بضيف عليه، قلنا السورس بورت والديستريشن بورت، وايه كمان؟ بضيف عليه حاجه اسمها السيكونس نمبر وحاجه اسمها الاكنولج نمبر. الاثنين موجودين ورا بعض اهو. بصوا كده اهو، ادي السيكونس نمبر وادي الاكنولج نمبر. ايه بقى القصه؟ السيكونس نمبر معناها رقم الجزء. ما انا مقسمهم اربع اجزاء، فبحط ارقام الاجزاء بتاعتي في السيكونس نمبر. عشان يجي يرتب ربنا هناك وتسيبيه هناك، الله يكرمك يا احلى ترد. طب الاكنولوجي نمبر رقم التاكيد. يعني انت بعت لي الجزء الاولاني، اقول لك ابعت لي الجزء الثاني. بعت لي الجزء الثالث، اقول لك ابعت لي الرابع. بعت لي الرابع، اقول لك ابعت لي الخامس. طب بنعملها ازاي يا معلم؟ بنعملها ازاي؟ لو هفترض ان كل جزء من دول 10 بايت، يعني الراجل قسم اجزاء كل جزء كام؟ 10. يعني الجزء الاولاني بادئ من كام؟ من الواحد لحد ال 10. طب الجزء الثاني من ال 11 لحد ال 20، ما هو 10 بايت. طب الجزء الثالث 21 لحد ال 30. طب الجزء الرابع من 31 لحد 40. يعني هو اللي مطلوب عندي هنا كام بايت دلوقتي؟ 40 بايت. حلو؟ لما اجي ابعت لك الجزء الاولاني، بص يا عم بس عشان ما تتلخبطش. بعت لك الجزء الاولاني، كاتب في السيكونس نمبر ان ده الجزء رقم واحد. طب في الاكنولج، هي دي رساله تاكيد؟ دي رساله تاكيد ولا رساله داتا؟ داتا، انا ببعت لسه، يبقى الاكنولج بتاعت لسه زيرو. حلو؟ خلاص الجزء الاولاني وصل. عايز اقول ابعت لي الجزء الثاني، الراجل ده يبعت له اكنولج. الاكنولج نمبر بتساوي حجم الداتا اللي وصلت عشان تظهر في الفيديو زائد واحد. يبقى تاني، الاكنولوجي الجديده بيساوي حجم الداتا اللي وصلت بلس 1. انا وصلني كام يا ولاء؟ 10. يبقى لما اجي ابعت له اكنولوجي اقول له 11. انت عارفين يعني ايه؟ بقول له ابعت لي من اول البايت رقم 11. فكده احمد ابو حميد يعرف ان انا ايه؟ ان انا وصلنا 10 وانا بقول له ابعت من اول 11. طب السيكونس، هل هي دي رساله داتا؟ الرساله بعد دي رساله تاكيد، يبقى السيكونس بزيرو، يبقى السيكونس فاضي صح؟ السيكونس انت يبقى مليان لو انا ببعت داتا، الاكنولوج انت يبقى مليان لو انا ببعت اكنولوج. طيب حلو يا معلم، حلو يا معلم، ابعت الجزء الثاني. انا السيكونس اهو الجديد، هي بس سيكونس كام؟ الله يكرمك، اكسلنت، تمام. يبقى السيكونس دي الجديد بيبقى الاكنولوج اللي قبله، ده الجزء رقم 11 اللي انت طلبته. كلام جميل قوي، ده انا فرحان جدا انت لقطتها بسرعه، في ناس تقعد تشرح لهم اديك نص ساعه. تمام كده؟ طب الاكنولج بتاعي ها بزيرو، تمام. بعت الجزء الثاني، ارد عليك بكام يا معلم؟ ايوه كده، الاكنولج 21. السيكونس بكام؟ ايوه بقى ها، بعت لك الجزء اللي بعده، هذا السيكونس بكام؟ 21، والاكنولج بزيرو، دي رساله مش تاكيد. هو ما بعت لك انا ايه؟ اقول لك ايه؟ بعت الجزء الاخراني اللي هو 31 صح كده؟ يبقى الاكنولج كام؟ 31، والسيكونس بزيرو. قشطه يا معلم. بعد الجزء الرابع ما يتنقل الكلاينت هيعمل ايه؟ هيبعت لك فينش. ها؟
انا خلصت، مش كان بيبعت فينش واكنولج للفينش وده له يوكلش انت، فالراجل يعرف ان هو خلص فيقعد يجمع الاجزاء ويقراها. قال لك الكلام اللي انت بتعمله ده ده هيدمر النتورك، ان كل جزء تبعت ابعته لك تبعت عليه اكنولج، انت بتهرج ده كده. كل داتا هبعتها هتبعت اللي قصدها داتا تاكيد، اليوزر اساسا ما بيستفيدش منها بحاجه. الراجل اللي قاعد على النتورك بيستفيد منها في ايه دلوقتي؟ انت مضيع له السرعه بتاع الشبكه وخلاص. لما يجي لي التاكيد بتاع اول جزء هوقعه وابعت لك الثاني، انا استفدت منه بحاجه لو وقعته ده؟ ضيعت الباندويتس بس. اهو العمليه دي بتعمل ايه يا جماعه؟ بتويست الباندويتس. اهو. طب الحل؟ الحل نعمل ايه؟ واضح الحل ايه؟ قال لك والله نعمل حاجه ان انت ما تردش عليها باكنولج الا بعد ما ابعت لك ثلاث اجزاء. يعني كل ثلاث اجزاء ابعتهم لك رد عليها باكنولج واحده. كل خمس اجزاء ابعتهم لك رد عليها باكنولج واحده. بدل ما كل جزء ترد عليه باكنولج وفر يا عم. اه وده الفيلد بقى اللي جاي جديد يا جماعه اهو، اسمه ايه؟ اسمه الويندو. الويندو ده بيعمل بيه الراجل؟ حل المشكله دي ازاي؟ حل المشكله دي ازاي؟ بص بقى الويندو ده هو يا عم محمد، ادي الكلاينت اهو وده السيرفر اهو. هذا الكلاينت وده ايه؟ وده السيرفر. حلو الكلام؟ عندي هنا ست اجزاء عايزين ينبعتوا، هذا واحد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. كل جزء هفترض ان هو 10 بايت في الاولاني من واحد لحد كام؟ لا مش شرط، وانا بقطع قطعتهم ست، من 1 لحد 10، من 11 لحد كام؟ من 21 لحد 30. ايوه 34 40 ايوه 51 60. حلو الكلام. وانا ببعت لك الاجزاء بتاعتي، رحت بعت لك في اول جزء السيكونس بواحد والاكنولج صفر، بس في عندنا حاجه اسمها الويندو حطيت له فيها 30. لا انا بقول له ما تردش عليا الا لما ابعت لك 30 بايت. يبقى الويندو سايز دي معناها ايه؟ ما تردش عليا الا لما ابعت لك 30 بايت برد عليا باكنولج واحد. ده في التي سي بي. تي سي بي. يبقى في فيلد اسمه ايه؟ الويندو. طب مين اللي بيحدده؟ انت بتحدده في الاول خالص لما تيجي تفتح السيشن، مش انت بتبعت سينكرونس؟ فانا ببعت للسنكرونس، ايه رايك يا سيرفر لما نخلي السيشن ما بيننا 30؟ يوم السيرفر رد عليا في رساله ثانيه اللي هي كانت بتاع 3 واي اهي، فاكرينها؟ كانت هي فين يا عم؟ رجعت فين اهي؟ إيه ده كله؟ كانت هنا، كانت 8 باين اهي. انا بقول له يلا نبعت ب 30، يوم هو رد عليا الرساله دي لا لا معلش خليها ب 20، تقوم انت رد عليه موافق. فانت بتعرف منين انت كلاينت في الاول؟ ما هو ممكن يكون السيرفر البفر بتاعته مليانه، الله يكرمك. تصور كده وانت بتخش على جوجل او بتخش على موقع بتاع الجامعه عندك، جوجل اخباره ايه؟ شايل وبيشيل، لان الكباسة عنده عاليه، ويشيل مليار يوزر كمان معاكم. اما السيرفر لو دخل عليه 1000 يوزر هيقع. صح كده؟ فانا ببعت له سينكرونس، اقول له يلا يشتغل ب 30. فيقول لي لا انا خلاها ب 20، يبقى الاكنولوجي سينك دي بيرد عليا هو البارامتر اللي بعتها له، انا بعرض عليه شويه بارامترز. بقول له لا اشتغل ب 30، يقول لي لا خلاها ب 20، خلاص اقول له انا موافق. فانت بتعرض عليه وهو بيوافق بيعمل نيجوشيشن معاك في الثلاثه وي اند شيك دول. تمام؟ خلاص انا عندي دلوقتي هبعت له ادا الاولاني ادا الثاني، الثاني بقى هينكتب فيه كام؟ سيكونس 11 اكنولج زيرو، ويندو بكام؟ 30 برضه. اللي بعده سيكونس 21 اكنولج، لسه ما جالوش رد اهو، ده ما يردش قبل ما 30 بايت يوصلوا له، وكل واحد فيهم انا افترضت ان هو 10، فيجي ثلاث اجزاء وصلهم يقوم رد عليا بايه؟ ابعت لي بقى يا معلم اكنولج 31 سيكونس كام؟ زيرو. والويندو كام؟ 30. الراجل ده وهو جاي يبعت بقى
حصل كارثه. هذا الجزء الثالث، الرابع، هذا الجزء الخامس، هذا الجزء السادس. الرابع وهو ماشي وقع، وهو خد استنى بس عليا، واخد مسار مختلف، فالمسار ده كان مقطوع وقع. البفر بتاع الجوجل كانت مليانه في الوقت ده، كان في زحمه قوي، فالسيجمنت ما راحش جوه، دخل جوه الميموري، فالسيرفر وقع. فيوم يعمل ايه بقى؟ يوم يعمل ايه ولا يقول له عيده تاني؟ فعلا اهو يوم بعت له كده، يا عم والله الجزء رقم 41 وقع، الاكنولج رقم 41 يبعته تاني لو سمحت، ويا ريت تنزل الويندو سايز بتاعتنا ل 20، يعني ابعت لي جزئين بجزئين. السيرفر اللي بيقول له كده، شو كان بيبعت ثلاث اجزاء، دلوقتي جزء وقع، يقول له ايه؟ نزلهم جزء، بعت لي جزئين بجزئين. طب ليه بيقول له كده؟ لو انا بتكلم بسرعه يا ابو حميد وانت بتسمع ببطء كل شويه عمال تقول لي ها؟ تقول ايه؟ ها؟ فانا انا هفهم ان انت سيرفر، ان انت دلوقتي ايه ما بتسمعش بسرعه، فابدا اهدي الريت بتاعك. هو ده اللي بيعمله السيرفر، لما يقول لك، لما يلاحظ ان في اجزاء بتقع يقوم باعت لك اكنولج، ابعت لي جزئين بجزئين. يوم الراجل بعت له الرابع والخامس، يا عم الخامس وصل، وصل في الاول، بس على ما يكون الرابع يكون التايم بتاع الخامس خلص، فالمفروض الكلاينت يبعت له الرابع والخامس تاني. بيهد الله يكرمك. فانت ممكن تكون بتتكلم مع عليانه الظهر باتنين سيجمنت، بس بالليل بتتكلم معاه بسته. طب الصبح بتتكلم معاه بعشره. على حسب ايه؟ هو ليهم زحمه ولا لا؟ عنده دخل على يوزر كتير ولا لا؟ يقدر يستحمل كل دول ولا لا؟ يقدر ياخد منك سته ومنه اربعه ومنه ثلاثه ولا لا؟ وعشان كده لما بيجي في الامتحان يقول لك مين اللي بيحدد سرعه نقل الداتا ما بين الابلكيشن ما بين البرامج؟ هي الترانسبورت لاين. ايه سرعه نقل الداتا؟ بنسميها الفلو كنترول. مين اللي بيحدد الفلو كنترول؟ يعني ايه كلمه فلو كنترول؟ معدل سرعه الداتا ما بين الابلكيشن وبعضيها، ما بين البرامج. انا ممكن يكون عندي نت 10 ميجا بس البرنامج بطيء لان السيرفر بتاع الجامعه مش مستحمل، فهو اللي عنده المشكله مش انا. صح كده؟ مع ان عندي 10 ميجا يا عم، انا واخد نت 10 ميجا جاب نت واو يعني، بس السيرفر الراجل هناك حاطط كارت سيرفر، كارت في السيرفر 100 ميجا فاست، مش حاطط له جيجا ولا مشغله 10 جيجا. زي المواقع لو انا كده بتخش بسرعه ومواقع كده، وانت عشان كده لما تيجي تقدر السيرفرات يقول لك انت عايز الباند ويث قد ايه؟ وعايز كام يوزر يخش عليك في نفس الوقت؟ ما كل الكلام ده بيفرق. صح الكلام كده؟ في مشكله في الحتتين دول؟ طيب يا عم هنوقف يا باشا، والله هنوقف، بس هنوقف على حين. بص انا عايز اقول لك على حاجه، المغرب بيدنا على 5:10 ماشي، 10 دقايق عشان ما نقفش ايه كذا مره. ها حد عنده مشاكل في السيكونس؟ حد عنده مشاكل في الاكونت؟ شات الموبايل ده، هات ام الموبايل ده، هات ام الموبايل ده. ها بص يا عم، في هنا في مشكله في السيكونس بورت، في السورس بورت، في الديستنيشن بورت، في السيكونس نمبر، في الاكنولج نمبر، في الويندو. حلو قوي. تمام، في عندنا حاجه اسمها الهيدر لينز، طول الهيدر. انت ضفت 20 بايت، في بعض البرامج بتضيف 20 بايت، وفي بعض البرامج بتضيف 24 بايت. كل صف من دول عباره يا جماعه عن 4 بايت. هم كام صف؟ 1 2 3 4 5. هو ده المفروض ينضاف يا ولاء، 5 في 4 ب 20. بس في بعض الابلكيشن بتحتاج ان هي تضيف كمان بايت هيدر اللي هو الاوبشن ده، كمان 4 بايت، يبقى 24. فانا هنا بكتب انا ضفت 4، يبقى ضفت 20 ولا ضفت 24؟ يبقى الهيدر لينس يا جماعه طول الهيدر اللي الراجل بعد كده يقرا يلاقي ايه؟ الداتا، البيانات بتاع اليوزر بقى. ده هيدر موجود في السيجمنت من بره. انت ضفت قد ايه؟ ضفت 20 بايت ولا ضفت 24 بايت؟ يعني الهيدر لينس ده بيقول لك ان طول الهيدر اللي انت ضايفه، اللي انت ضايفه الهيدر الاساسي انت ضايفه. تمام كده؟ هل هو 20 ولا 24؟ طيب الريسيرف دي 6 بت ما لهمش اي استخدام، مش موجود فيهم حاجه. في 6 بت كنترول. يعني ايه كنترول؟ مش احنا خدنا انواع من الرسائل اللي هي السينك والاكنولج والاكنولج للسينك ورساله اسمها الفينش. هنا يا معلم بحط الكود بتاع الرساله اللي انا باعتها،
عشان السيرفر يعرف ان كانت سينك ولا اتنولوجي سينك ولا ايه بالظبط. بحط نوع الرساله في الكنترول بيت دي. تمام. طيب الويندو خلاص عرفناه صح كده. اللي تشيك صم بقى يا معلم، ايه اللي تشيك صم؟ انا باعت بيانات لباسم، باعت بيانات لباسم، باسم عايز يتاكد ان البيانات اللي وصلت له هي اللي الكلاينت بعتها. منين يتاكد ان محمود الداتا دي هي اللي محمود بعتها؟ ما يمكن وهي معديه في السكه الرضا لعب فيه. هو بعت سته اللي يجمع يشوف ان بعته سته ولا لا، ويشوف المجموع كله بيرد عليه بين سيجمنت اللي عنده. التشيك صم دي من الاخر كده معادله بتتم عندي. يبقى انا بدخل البيانات البيانات بتاعتي في المعادله. عند الكلاينت. عند الكلاينت. حلو الكلام كده، عند الكلاينت. يبقى بدخل البيانات بتاعتي في المعادله. معادلات بتبقى معقده جدا. يعني كنت بستخدم في الماستر معادله بيستخدم فيها الاكس اور وحاجات كده عشان ما حدش يقدر يلعب فيه. تمام؟ انا بدخلها في المعادله خلاص؟ بيطلع رقم من المعادله ده. باخده احطه فين؟ في التشيك صم. وابعت الرساله لمين؟ لباسم. باسم البيانات وصلته. يدخلها في نفس المعادله. لو طلع نفس الرقم يبقى الداتا ما اتغيرتش. طب لو طلع رقم مختلف يبقى الداتا اتلعب فيها في السكه. تاني بمنتهى البساطه. ماشي؟ هقول لك معادله بسيطه جدا بس ما تضحكش عليا. انا باعت لك ايه؟ باعت 10 بايت. قلت لك اضرب ال 10 دي في 4 واقسمها على 2. ضربت ال 10 هم حجمهم كام؟ حجم البيانات؟ حجم السايز كام؟ 10. ضربته في 4 ب 40، قسمته على 2 ادينا 20. حطيت ال 20 في السيجمنت وانا ببعتها. راحت لباسم. باسم بيوزن الداتا اللي وصلت له لقاها 12. راح ضرب ال 12 في 4 وقاسم على 2، اداله كام؟ ها؟ 24 مثلا؟ 24. ايه يا عم ده موجود فيها 20 ولا 24؟ لا ده حد لعب في السكه. حد غير فيه. يوم باسم موقع السيجمنت وراح قال له ابعتها لي تاني. كل لير عندنا يا جماعه بتعمل تشيك صم على اللير اللي قدامها. طبعا المعادله اللي انا بقول لك عليها دي مش دي المعادله طبعا. ده عباره عن شويه اصفار وحاد وبيدور على ترتيبهم. هو انا باعت 20 باعت 10. انا باعت انا باعت 20، باعت في الرساله عندي 20. جت منين ال 20 دي؟ ان انا خدت الحجم الداتا ضربتها في 4 وقسمتها على 2 فطلع لي 20. تمام؟ لما انت جيت توزن الداتا عندك اللي وصلت لقيتها 12 ضربتها في نفس المعادله في 4 وقسمتها على 2 طلعت 24. ايه؟ غير ازيد. يبقى حد لعب فيها في السكه. يبقى هي معديه على رضا لعب في البتات اللي موجوده فيها، بدل زيرو خلاها واحد ولا واحد خلاها زيرو. تمام؟ هو الصغير ده بتاع السيرفر اللي بيرد يقول لك ابعت لي تاني. طبعا يا باشا. من المعادله. من المعادله. بالظبط. مش الداتا وصلته كانت المفروض توصله 10. تمام. ما وصلتوش 10، وصلته 12. ويعرف يعني هو عارف من السند الاول اللي معروف. لا 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 ما يعرفش حجمها من الاول. لسه بيرد عليك. لا لا روق بس عليا، روق عليا، روق عليا. وانا ببعت الداتا كان حجمها 10 بايت. رحت ضاربها في 4 وقاسمها على 2. انا متفق مع محمد، قلت له يا محمد لما ابعت لك بيانات اي حجم يجي لك اضربه في 4 واقسمه على 2 وشوف هيطلع لك رقم. لو شوف الرقم طلع ده، لو هو نفس الرقم اللي في الباكت اللي جات لك يبقى الدنيا مظبوطه. تمام. فانا بعت الداتا عندي، الداتا قبل ما تبقى معايا كانت كام يا معلم؟ كانت 10. ضربتها في 4 بقت ب 40، قسمتها على 2 بقت 20. حطيت لمحمد ايه في السيجمنت؟ 20. هو حجمك كان يعرف حجمها الاصلي كام؟ ما يعرفش. هو جاي له خارج الداتا 20. راح محمد واخد وصل له الاثنين وقسمهم على 10. اسمعني بس. الاربعه. لا والله ما قلت كده. والله ما قلت كده. 40 على 4. لا ركز معايا بقى. غير معاك ده. ده 40 ايه؟ هو جاله 12. نكمل؟ يبقى ده اللي تشيك صم معادله بتتم عند السورس وبتتم عند الديستنيشن عشان تتاكد الداتا ماشيه صح. ايرجنت يعني ايه؟ دلوقتي يا جماعه للاسف بقت الشبكات بتاعتنا الشبكات العاديه بتاعت الانترنت شايله باكيتات داتا وباكيتات فويس وباكيتات فيديو. فعايز اقول للسويتش او اقول للراوتر لما يجي لك باكيت فويس عديه الاول. لما يجي لك باكيت داتا خليك في الطابور. يعني حط اولويات على حسب نوع البيانات اللي بتتنقل. طب بعملها ازاي؟ ان انا بحط هنا كود. السويتش يعرف منه نوع الباكيت. عشان اعمل حاجه اسمها الكواليتي اوف سيرفيس. موضوع كبير كده سيبكم منه. بمعنى كواليتي اوف سيرفيس ايه؟
معناه ان انا بحط كود عشان السويتش يعرف الاولويه. ان كان انت اعلى اولويه عندك الاول، اقل اولويه يسيبك في الطابور على ما يجي دورك، عشان الكتاب بتاع البويس عايزه سرعه. طب الحاجات دي تعمل ازاي بالكوماندات؟ واحنا بناخد الكوماندات ان شاء الله نقولها مع بعض. حلو كده؟ تمام. طيب اليو دي بي بقى، اليو دي بي يا معلم ما بيرتبش. اليو دي بي يا معلم مش مضمون، ممكن سيجما بتاع منك في السكه. اليو دي بي يا معلم ما بيفتحش سيشن ولا بيقفله. اليو دي بي ما عندوش ويندو سايز. اللي مين بيتعمل السيجما يبعت سيجما ده يعمله يبعته صح كلام من ده. طب الهيدر بتاع اليو دي بي، يا سلام، ده الهيدر بتاع الراجل روقان 8 بايت، رقم البرنامج اللي بيبعت ورقم البرنامج اللي بيستقبل وطول الباكت والتشيك سام، المعادله اللي بتتم عند السورس وبيتم عند الديستنشن وشكرا. طبعا تقول لي طب هو ما بيبعتش اكنولوج، بيعمل معادله ليه؟ وعشان يتاكد الداتا دي يقراها ولا ما يقراهاش. لو جت المعادله غلط ما يقراش الداتا، يبقى دي بياناتنا رقم فين؟ ازاي صح؟ ايه؟ ازاي؟ اللي هي التشيك سام؟ لا دور عليها بقى، دي مش بتاعتي. دي مش في الكورس اساسا. حاجه في السكيورتي يعني؟ اه تمام؟ حاجه في الـ في الـ في في, في ماده اسمها مالتي ميديا. تمام؟ ازاي الداتا بحولها من ديجيتال لباينري ومن باينري لديجيتال للانالوج وكلام من ده. موجود موجود الكلام ده فيه. من ديجيتال لانالوج. ازاي الداتا احولها لكهرباء تمشي في السلك؟ ازاي الداتا احولها لضوء تمشي في سلك الفايبر؟ انا ما خدتش الكلام ده. تمام كده؟ ما انت ما خدتش الداله بتاعت بتاعت الاكسور ليه؟ طيب خلاص هي دي الداله بتاعت الاكسور. تمام؟ حاجه زيها كده بس كومبلكس يعني. تمام. الكبر دماغ مش موجود معانا. لا ده فيها لها ابلكيشن على الهاردات. والله؟ اه كانت الهاردات هي زي الفورمات القديم كده مش عارف اللي كان زي 32 والفات. اه تمام. كان لها وقت قدامي لسه ما بقالهاش حتى اسبوع. ده اسمه فايل سيستم. اه ازاي الداتا بتتخزن عندك على الهارد؟ فات 16 فات 32 ونيتي في اس. ماشي ما هو نفس النظام بقى، بس ده اللي هو البارتيشن اللي انت اصلا بتشتغل عليه، انت ما بتعرفش حد على النظام ايه. ايوه فهو كان من ضمنها برضه اللي هو كان عامل من ديجيتال بيحول بيقل من ارقام لديجيتال. اه تمام. تمام. ها في عندنا سورس بورت وديستنيشن بورت، وزهقنا منهم بقى مش شرحهم تاني. عرفنا يعني ايه سورس بورت، رقم برنامج اللي بيبقى رقم برنامج اللي بيستقبل. تمام. لما اجي مثلا اكلم اف تي بي يبقى البورت ديستنيشن كام؟ 21. طب الديستنيشن السورس 1305، اي رقم فوق 1023. طب لو انا بكلم من 80 اللي هو الاتش تي بي و1099، اي رقم فوق 1023 صح؟ دي ارقام البورتات اللي انتوا هتحفظوها ان شاء الله. تمام كده؟ اهو الاس اتش شغال على كام والتنت شغال على كام والاس ام تي بي شغال على كام والدي ان اس شغال على كام. في كوماند بينكتب علشان يعرف انت فاتح كام سيشن مفتوح عندك، كام بورت مفتوح عندك. الكوماند ده مهم جدا، بيجيب لك لو كان حد بيتجسس عليك ولا لا. يعني بعمل كده برنامج اهو اسمه سي ام دي واعمل نيت ستيت، بيجيب لك كل السيشن التي سي بي المفتوح عندك وانتر. يا نهار ابيض، شوف دول كلهم مفتوحين عند علمية، ده الاي بي بتاع جهازي. اه ده الاي بي بتاع جهازي، ودول اجهزتكم لانه فاتحين انتوا معايا برنامج اسمه الفي ان سي. الفي ان سي ده شغال ايه؟ التي سي بي. الفي ان سي ده بيشتغل على بورتين اثنين. السيرفر بيشتغل على بورت 5960 5900. طب الاجهزه بتاعت الكلاينت شغال على بورت كام؟ 49474 49464. كل برنامج عندكم يعني كل ويندو عندك بيدي لك رقم ايه؟ مختلف راندوم اهو. طب ازاي يا عم ده رقم سيرفر شغال ازاي على 5 95 95900؟ يعني ليه مش اقل من 1023؟ اصل ده مش سيرفر من اللي هم الويل نون سيرفر اللي هو الاتش بي والدي ان اس. ده برنامج واحد عامل بي ان سي سيرفر محدش يعرفه غير اللي بينزل برنامج البي ان سي. انا ليه بقول دلوقتي؟ ليه مش الاي بي بتاع البورت بتاع سيرفر 80 ولا 70 ولا اقل من نفسه؟ ليه 49000 وكلام؟ ليه هو مش مذاكر عند الشركه؟ الله يكرمك. ما هوش ويل نون سيرفر، مش سيرفرات من اللي موجوده على النت، ده سيرفر لوكال يا عم. حلو الكلام. يبقى كلكم بتفتحوا عندي بورت نمبر كام؟ 5900 على السيرفر، وكل جهاز فاتح سورس بورت مختلف عن الثاني اهو، شايفين؟ تمام. لا بس انا في يا عم اهو
في انا فاتح الفيسبوك اهوت والتايم اوت خلص، التايم اوت خلص اهو، انا كنت فاهم فاتح فيسبوك او جوجل اهو، شايفين؟ فده بيجيب لك كل النوافذ اللي عندك مفتوحه. طب لو في عندي ابلكيشن هنا مفتوح وانا ما اعرفش ده بتاع مين، ده حد بيتفتح عندك سيشن زي مثلا لو فتحت عندي امبارح مفتوح هنا، لو انت لقيت هنا اي بي غريب كده مش اي بي بتاع حد انت ما تعرفوش او اسم سايت انت ما تعرفوش يا معلم، كل مثلا هنا مثلا عندي مثلا عندي يجي عندك هنا اهو. بص لو فتحت السيشن بتاع الياهو هيجي لك الياهو اهو، السيشن بتاع الياهو فتحت السيشن كمان اهو، اعمل بقى هنا كده نت ستيت هيجي لك الياهو حالي. شايفين الياهو ده الياهو اهو، كل الحاجات دي بتاعت الياهو اهو تمام. لو برنامج بيعمل ابديت من عندك هيبان معاك، هيبان معاك تمام. لو برنامج بيعمل، لو انت فيروس مثلا انت مشغله بيعمل ابديت من على النت، ما هو كده فاتح سيشن من عندك على الجهاز باين معاك. يبقى النيت ستيت ده يا شباب بيجيب لك كل التي سي بي سيشن المفتوحه مش اليو دي بي، تي سي بي تمام. خدنا مع بعضنا لما نيجي نفتح السيشن ببعت لك سينك، تبعت لي اكنولج للسينك، ابعت لك اكنولج صح؟ الثري واي هاند تشيك صح كده؟ طب لما اجي اقفل السيشن فينش اكنولج الفينش، فينش انت كمان اكنولج الفينش صح كده؟ طيب التي سي بي بيرتب الاجزاء، الجزء رقم 6 وصل قبل الجزء رقم 4 و3 و5، قبل ما يقراهم يعمل ايه؟ يرتبهم تمام. وخدنا الويندو سايز وعرفنا معناها ايه وشرحنا فيها. طب لو في اجزاء وقعت، جزئين وقعوا، الراجل رجع بعتهم تاني اهو، الجزء التاني والتالت وقعوا، الراجل رجع بعتهم ايه تاني اهو. اليو دي بي لو اوفر هيد، ليه لو اوفر هيد؟ ها، لان بيضيف على كل سيجمنت 8 بايت بس، ومفيش فيه ريلابيلتي لانه ملوش اكنولج صح كده اهو. فلو في اجزاء وصلت الستة وصلت قبل الخمس قبل الاربعه يقراهم كده بالترتيب بتاعهم، ما يقراش اللي جه متاخر ده تمام. طب لو في جزء وقع، انا الجزء على فكره رقم 3 وقع ما يرجعش يعيده تاني، ده اليو دي بي. مين اللي شغال تي سي بي؟ وده للاسف بيجوا اختيارات في الامتحان، اللي شغال تي سي بي الاتش تي بي والاف تي بي والميل، كل دول شغالين مين يا شباب؟ تي سي بي. طب مين بقى اللي شغال يو دي بي؟ الدي ان اس، الدي اتش بي، الاس ان بي، التي اف تي بي، الفويب، الاي بي تي في، ده اللي بينقل ايه؟ بينقل الاي بي تي في ده اللي هو بينقل بتاع الكاميرات. الفويب ده اللي بينقل صوت، التي اف تي بي ده اللي بينقل الفايلات بتاع السيرفرات بتاع الراوتر والسويتش، الاس ان بي ان شاء الله هناخده مع بعض في شابتر لوحده. لو انا عندي شبكه كبيره بقى فيها 50 60 راوتر وعايز اعمل لها تيرمينال مانجمنت عندي بقى في الجامعه، اعمل ايه؟ جهاز يتحكم فيها كلها، الاس ان ام بي ده السيرفر اللي بيتحكم في كل السويتشات والراوترات، اللي بيطلع ريبورتات، البورت الفلاني وقع امتى، البورت قام امتى، خد اي بي امتى. بس دلوقتي يا باشمهندس يعني اليو دي بي شغال، هو الدي اتش تي بي شغال يو دي بي؟ والله ملوش اكنولج، انت خدت اكنولج، الاكنولج كانت رساله خاص بعد الريكوست باكنولج، انما الدي اتش تي بي شغال يو دي بي. والسمر بتاع الشابتر كده، شابتر 9 خلص، ناخد البريك بتاعنا تمام، ونتقابل بعد البريك، ناخد نص ساعه بريك بس، نص ساعه نص ساعه بالظبط يعني.